اختتم وفد مجلس النواب مشاركته بأعمال المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت عنوان التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي المنعقد بجمهورية مصر العربية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد محمد جاسم العليوي، عضو مجلس النواب وعضو الوفد المشارك. بداية سعادة النائب، أهلا بك في نشرة الأخبار، ولو نتحدث عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات هذا المؤتمر. طبعا تشرفت أنا وأخواني أصحاب السعادة النواب في تمثيل مملكة البحرين في المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة، وكان عنوان المؤتمر التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته نحو رؤية مستقبلية، والذي اختتم أعماله يوم أمس الأربعاء في جمهورية مصر العربية، وحيث تم عقد عدة جلسات اشتملت على العديد من الأوراق المفيدة التي أثبتت أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات والقطاعات على الصعيد الرسمي والصعيد الفردي والشعبي. وقد تم مناقشة العديد من المواضيع خلال الجلسات، ومن هذه المواضيع الجلسة الأولى كانت بعنوان فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، وفي الجلسة الثانية كان عنوانها التواصل المؤسسي الداخلي ودوره في القيادة الرشيقة والقيادة المستدامة، والجلسة الثالثة كانت بعنوان دور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية الإيجابية في عصر التقنيات الرقمية، وكان عنوان الجلسة الرابعة التواصل المؤسسي ودوره في تحقيق الاستدامة المؤسسية. أما الجلسة الخامسة كانت عن تجارب وممارسات ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقبل ختام المؤتمر يوم أمس كانت هناك ثلاث ورش عمل حضرها وفد مملكة البحرين. الورشة الأولى كانت صناعة المحتوى الإعلامي المتميز للترويج، والجلسة الثانية كانت عن إدارة الأزمات في عصر التواصل الرقمي، والجلسة الثالثة كانت تحليل البيانات الحكومية الضخمة. وقد خرج المشاركون في المؤتمر بالعديد من التوصيات الإيجابية الهادفة من أجل خدمة الأوطان والشعوب العربية. من القاهرة سعادة السيد محمد جاسم العليوي، عضو مجلس النواب وعضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.